السلام عليكم. طريقة رائعة تمكنك من معرفة نشاط أي شخص قام به على هاتفه. طبعا الطريقة لا تحتاج إلى أي تطبيق أو أي برنامج تقوم بتثبيته على هاتف ذاك الشخص، وإنما عن طريق موقع يقدمه لنا جوجل، يعطيك جميع النشاطات التي قام بها ذاك الشخص على منتجات جوجل. فإذا كنت مهتم في الموضوع تابع معي الفيديو حتى النهاية. وكالعادة معكم مهي فؤاد مليمن، ويا أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم عزيزي المشاهد، خذ لحظة من وقتك واضغط على زر سبسكرايب اشتراك، ثم زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهات القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، يا رب كلكم بألف خير. معكم مهي فؤاد من اليمن. طبعا في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى طريقة تمكنك من معرفة نشاط أي شخص قام به على منتجات جوجل. طبعا هذه الطريقة كما ذكرت لكم لا تحتاج إلى أي تطبيق أو أي برنامج تقوم بتثبيته على هاتف ذاك الشخص، وإنما عن طريق موقع يوفره لنا جوجل. طبعا أترك لك رابط هذا الموقع أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن في الوصف. الشرط لتطبيق هذه الطريقة هو لابد أن يكون الشخص دخل عن طريق إيميل جيميل، فأنت تريد معرفة الشخص ما هي المنتجات التي زارها عن طريق منتجات جوجل. طبعا كما نعرف أن منتجات جوجل منها يوتيوب، جوجل بلاس، جوجل بلاي، مابس، جيميل، بلوجر، درايف، عدة منتجات. فعلى سبيل المثال أنت إذا تريد معرفة الشخص ماذا قام بالبحث بالفيديوهات، أيضا ماذا قام بالبحث في منصة جوجل، أيضا ما هي التطبيقات التي قام بتحملها من جوجل بلاي، أيضا منصة درايف، أيضا استخدامه للخرائط، أيضا استخدامه لجوجل بلاس. فكل ما عليك سوف تدخل على هذا الرابط، لابد أن يكون كما ذكرت لكم الشخص دخل عن طريق إيميل جيميل. فعندما تقوم بالدخول على هذا الرابط عندك فلتر باي ديت برودكت، تريد الفلترة عن طريق تاريخ أو البرودكت، يعطيك الفلترة، تريد الفلترة فلتر باي ديت أول تايم أو الوقت كامل أو خلال 30 يوم أو خلال 7 أيام أو يسترداي أمس أو توداي اليوم. لاحظ سوف أختار أنا خلال 7 أيام لاست 7 داي. عندك حاليا فلتر باي جوجل برودكت، هنا يعطيك خيار تريد عمل فلتر عن طريق جميع منتجات جوجل، او اذا اردت ان تقوم بالتحديد تلغي هذا الخيار من هذا الشيك بوكس، ومن ثم تنزل على سبيل المثال اريد المعرفة ماذا قام بالبحث عن طريق جوجل كروم، ايضا ماذا قام الشخص بالبحث عن طريق الصور، ايضا عن طريق المابس الخرائط، ايضا الاشياء التي قام بالبحث عنها، ايضا الفيديوهات التي قام بالبحث عنها. لاحظ حاليا انا سوف اختار اول برودكت، وهنا اخترت خلال لاست 7 داي، خلال 7 ايام، خلال 7 ايام. لاحظ سوف اختار الان سيرش، لاحظ اعطانا يسترداي اليوم، ما هي المواقع التي قمت بزيارتها عن طريق google.com، ايضا التطبيقات التي قمت بتحميلها عن طريق موقع جوجل بلاي، ايضا المواقع التي قمت بزيارتها هذا الموقع. لاحظ اكتوبر 25، لاننا انا اخترت خلال 7 ايام، عندك هنا 25 اكتوبر ماذا قمت بالعمل خلال 25 اكتوبر، ايضا 24 اكتوبر، ايضا لاحظ قمت بتحميل هذا التطبيق 23 اكتوبر، يعطي كل الاشياء التي قمت بالبحث عنها. لاحظ هنا قمت بتحميل هذا التطبيق، ايضا هنا قمت بتحميل هذا التطبيق، يعطيك كل الأشياء التي قمت باختيارها عن طريق الديت التاريخ الذي تقوم بتحديده، وكذلك عن طريق منتجات جوجل. طبعا إذا كان هذا الحساب لك وتريد حذف كل النشاطات الموجودة داخل هذا الحساب، تذهب إلى delete activity by، لاحظ هنا يعطيك delete by date، تريد حذف النشاطات خلال يوم أو خلال all time، لو اخترت all time أو من هنا تستطيع تحديد التاريخ. ايضا هنا المنتجات، كل منتجات جوجل او الاشياء التي قمت بالبحث عنها في اليوتيوب، الفيديوهات او الشوبينج او الشيرز او النيو او المابس. حاليا سوف اختار اول تايم كل الوقت، واول برودكت كل المنتجات، اختار ديليت، ديليت اول يور اكتيفيتي، حذف كل النشاطات، اختار ديليت. لاحظ ديليت اول اكتيفيتيز، تم حذف كل النشاطات. لو رجعنا الى الموقع، لاحظ لا يوجد أي نشاطات، no activity، لأننا قمت بحذف كل النشاطات التي قمت بها عن طريق منتجات جوجل، سواء البحث عن طريق اليوتيوب أو البحث عن طريق المابس أو التطبيقات التي قمت بتحملها من متجر جوجل بلاي أو الدخول عن طريق جوجل بلس، كافة منتجات جوجل. طبعا كده درسنا خلص لهذا اليوم، يا رب تكونوا استفدتم من هذا الموضوع. إذا عجبك الفيديو يا ريت ما تحرمنا من زر لايك، فجروا لايكات، كذلك شير لهذا الفيديو لتعم الفائدة للجميع. كذلك إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناتي على اليوتيوب، يا ريت تنورنا وتشترك في القناة ليصلك كل جديد، ولا تنسى أيضا من تفعيل خيار الجرس لتتوصل بكل الفيديوهات التي أقوم بتنزيلها أولا بأول على هذه القناة. رابط الموقع أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن في الوصف. كان معكم مهي فؤاد من اليمن، في أمان الله.